الإمام الخميني استند إلى مرجعية الفقه الأكبر الذي هو الفلسفة والعرفان ليستبدلها، لتصبح هي الأساس وينقلب الفقه إلى فقه أصغر. هذا التحول وهذه المقاربة المنهجية جديرة بالإشادة وبالتثمين، نظرا للثورة التي أحدثها على مستوى التمثلات والتصورات والبناء والمفاهيم ومنظومات التأويل والإدراك والتفسير. فإن هذا الموقف الذي أنجزه الإمام الخميني إنما هو ثورة إبستيمولوجية في دلالتها وفي عمقها. لم يغير سياقات التعليم الحوزوي، بل غير المرجعية المعرفية في إعطائها زخم معرفي وعمق وأصالة وجودية، لا سيما استفاد أي ما استفاد في سياقات الوجود والموجود. صحيح. وأراد تأصيل سائر المقاربات استنادا إلى فهمنا الصحيح للوجود، تأسيا بهذه المدرسة العرفانية التي حولها الإمام الراحل إلى رؤية عملية ميدانية حية. فالإمام استطاع بذلك أن يردم الهوى بين النظري والعملي، وبالتالي استطاع أن يؤسس لروابط كانت معزولة ومهزولة، بل هو حول الموقف العقدي في العقيدة الإمامية لا سيما من خلال أصلي العدل والإمامة إلى محرار عملي ميداني لم تصدر من خلالها نظرية ولاية الفقيه، بل تأسست من خلالها مرجعية تكاملية للمعرفة للوجود وللإنسان. لذلك إنما أنجزه الإمام الخميني هو من العمق ومن التأصل والأصالة، إنما هو يشير إلى حالة استثنائية جديرة بإعادة الاكتشاف والتقييم.